الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده بوضوح في هذا اللقاء المعتاد مع فضيله العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المصري. هنتحدث اليوم عن تفريج الكروب. الحقيقه موضوع تفريج الكروب من الموضوعات المهمه اللي بتشغل بال كل مسلم، لان ما فيش منزل في مصر، ما فيش منزل في العالم ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش كرب. يعني نسال الله ان ربنا يفرج كل كروب المؤمنين يا رب، امين ان شاء الله باذن الله. هنتعرف من فضيلته النهارده عن المواضع التي من الممكن ان تكون موجوده في القران الكريم وفيها تفريج للكروب. اهلا وسهلا بفضيلتك. اهلا بك دكتور، سعداء جدا بعد اللقاء. ربنا يعزك. اهلا وسهلا. حضرتك كنت بتقول لي قبل التسجيل ان هناك 5 مواضع في القران يفرج بها الله الكربات. يعني من الذي قال ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ان من المعلوم بالتعامل انه كما قال ابن مسعود: ما ملئ بيتم فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. اي انسان في الدنيا اكيد بيعيش كما قال جل وعلا، كل يوم هو في شأن، يوم يكون في سعادة، يوم يكون في مشاكل، يوم يكون غني، يوم يكون فقير، وهكذا الدنيا تتقلب والأحوال تتقلب. لكن الإنسان حينما يتعرض لكرب على طول بيقول طب أعمل إيه عشان ربنا يفرج الكرب ده؟ المولى عز وجل جعل لنا أسباب عظيمة جدا وكثيرة جدا لتفريج كربات الإنسان. من أعظم أسباب تفريج كربات الإنسان القرآن، وفي مواضع معينة في القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني علماء كثير من علماء الأمة على رأسهم الإمام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك 5 مواضع في القرآن: عجبا لمكروب كيف يغفل عنهن وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. الأول أكيد حضرتك لما ذكرت لحضرتك قبل الحلقة الحسن البصري قلت لي عايزين نعرف نبذة كده عن الحسن البصري. الحسن البصري باختصار شديد جدا عالم من علماء التابعين، كان من خيرة علماء التابعين لدرجة إن العلماء في عصره كانوا يقولون والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن البصري يوحى إليه من السماء. ضمن كلماته الجميلة والعجيبة جدا كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. ويقول لك: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فأبقيها في نحري. الحسن البصري قصته باختصار شديد جدا في دقائق بسيطة عشان نخش في 5 مواضع. الحسن البصري كان والده اسمه يسار، وكان عايش في مكان اسمه ميسان قريب من البصرة، وكان متجوز أمه اللي هي خيرة، وكان لسه الحسن البصري حمل في بطن أمه. وبعدين مع الفتوحات الإسلامية اتفتحت ميسان فأخذوهم عبيدا رقيقا في بلاد المسلمين. وصل المدينة المنورة بقى يسار اللي هو والد الحسن، كان من نصيب زيد بن ثابت اللي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عثمان بن عفان، وأمه خيرة بقت مولاه لأم سلمة أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسار كان بيخدم زيد بن ثابت، وكان خيرة كانت بتخدم أم سلمة. في يوم بالأيام طبعا الحمل خلاص على آخرها، قعدت يومين في بيتها فسألت عنه أم سلمة قالوا لها دي ولدت. طب ولدت إيه؟ قالت لها ولد. قالت لها طب سميه الحسن. فاللي سميته الحسن هي أم سلمة أم المؤمنين. طيب وبعد كده كانت خيرة طبعا بتخدم أم سلمة، فكانت بتخرج طبعا تقضي لها المشاوير بتاعتها بره والحاجات من الأسواق وغير ذلك. فكان الحسن بيجوع عايز يرضع أم سلمة. في الوقت ده كان سنها معدي 70 سنة، طب كيف ترضى؟ هي ما بترضعش خالص. وسبحان الملك يقدر ربنا ان هي مجرد ما تلقم الحسن ثديها كان يرضع، وكان ينزل اللبن في فم الحسن البصري. فاصبحت ام سلمة ام لحسن البصري من ناحيتين، من ناحيه ان هي ام المؤمنين عامه هو واحد من المؤمنين، ومن ناحيه ان هي امه في الرضاعه لانها ارضعته كثيرا فبقت امه من ناحيتين. لما كبر الحسن البصري بقى عنده 14 سنة أبوه خده اللي هو يسار وأمه اللي هي خيرة خده وراحوا ورجعوا البصرة قعدوا هناك قضوا بقية حياتهم، فسمي من هنا الحسن البصري. ده قصته باختصار شديد جدا. كان في واحد اسمه مسلمة ابن عبد الملك بيسأل في يوم من الأيام واحد اسمه خالد ابن صفوان عالم كبير جدا، فبيقول له: ما السر في عظمة الحسن البصري؟ عايز أقول له يا دكتور عمرو إيه؟ إحنا مثلا عايشين مثلا في مصر، مصر فيها مثلا ما لا يقل عن 30-40 ألف عالم، لكن تلاقي واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى جعل ليه القبول في قلوب الناس بشكل عجيب. ايه السر في عظمة هذا الانسان؟ ايه السر ان الانسان دوت ربنا جعل له القبول والحب ده في قلوب الناس؟ اكيد في سر. فالراجل بيساله بيقول له: طب ما في علماء كتير جدا وقد يكونوا اعلم من الحسن البصري، ايه السر في ان الحسن البصري هو اللي ما شاء الله الدنيا كلها تاتي من كل اقطار العالم عشان تتعلم على ايد الحسن البصري؟ قال له جمله عجيبه قوي، قال له: هذا رجل او هذا امرؤ سريرته كعلانيته وقوله كفعله، إن أمر بالمعروف كان أول من يأتمر بذلك، وإن نهى عن منكر كان أول من ينتهي عن ذلك، وخلاصة القول أننا احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. شوف الجملة الجميلة دكتور عمرو، احتجنا إحنا إيه؟ لدينه واستغنى هو عن دنيانا.
كان في موقف عجيب جدا حصل ما بين الحسن البصري والإمام الشعبي ويزيد بن عبد الملك وابن هبيرة. يزيد بن عبد الملك كان ساعتها هو اللي ماسك أمير المؤمنين، وكان بيبعت لابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان والي على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة، فكان بيبعت له رسائل يقول له نفذ الرسائل ديت والأوامر ديت. أحيانا الأوامر كانت عادية جدا، وأحيانا الأوامر كان بيبقى فيها شيء من الإجحاف أو الظلم. فابن هبيرة قال طب أنا أنفذها إزاي؟ هل من باب مثلا أنا عبد المأمور أنفذ وخلاص؟ فراح بعت لمين؟ لاثنين من كبار علماء التابعين، الإمام الشعبي طبعا ده كان عالم لا يشق له غبار، والإمام الحسن البصري. وراح مدخلهم إيه؟ القصر بتاعه وسألهم، قال لهم ماذا تقولون في تلك الرسائل التي تأتيني من يزيد بن عبد الملك؟ أنفذ ولا ما أنفذش؟ هل لي رخصة في دين الله؟ فالإمام الشعبي حب يجامل ويلاطف، طبعا رجل أمير وماسك بلدين، فقال نجامله يعني أنت معذور وغصب عنك ونفذ وكده وشاف إيه؟ فما عجبوش الكلام. فبص كده للحسن البصري وقال له يا أبا سعيد، أبو سعيد الكنية بتاعت حسن البصري، يا أبا سعيد ماذا تقول أنت؟ أنا عايز رأيك أنت. فبص له كده وقال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، يمنعك يعني يحميك. ثم قال له يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يخاف لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تكن مع الله وفي طاعتي فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما الاثنين خرجوا ودخلوا المسجد بعد كده، فالناس اجتمعوا قالوا ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ فالشعبي بقى انفعل قال لهم أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن كلمة لا أعلمها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عز وجل وقرب إلي الحسن فبالغ في إعظامه وإكرامه. دي كانت نبذة مختصرة عن الحسن البصري. طبعا نبدأ في إيه؟ في المواضع الخمسة اللي اتكلم عليها الحسن البصري. المواضع الخمسة طبعا دكتور عمرو حضرتك عارف إن مجرد قراءة القرآن عبادة، ومن أعظم العبادات اللي بنتقرب بها ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقال يوم القيامة لقارئ القرآن يوم القيامة في الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. القرآن شافع ومشفع وماحل ومصد إلى آخر الأحاديث العظيمة اللي بتوضح فضل القرآن لأنه منهج حياة. لكن هناك آيات معينة وضحها المولى عز وجل وانتقاها بقى الإمام الحسن البصري، بيقول الخمس مواضع دولت عن تجربة من أعظم أسباب تفريغ الكروبات. بيقول اللي لازم بقى الخمس آيات ديت ويحافظ عليهم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيجعلهم من أسباب تفريغ الكروبات. طبعا مش يقرأوا الآية كلها لكن يقرأوا الموضع اللي هقولهم عليه. الأول آية بنشوفها كده في عجلة سريعة، قول المولى عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال إيه بعدها؟ وبشر الصابرين. إيه مواصفاتهم يا ربي؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده الموضوع اللي احنا عايزينه. إيه الثواب؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخذها واحدة واحدة كده بعد ما تصلى على حبيبنا عليه الصلاة والسلام. شوف ولنبلونكم بشيء، شوف رحمة ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلينا يا دكتور عمرو ما بيبتلناش بشيء يقضي علينا تماما. ربنا لو أخذنا بذنوبنا لن يترك على ظهر الأرض من دابة، لكن الله سبحانه وتعالى يعاقب على بعض الذنوب ويعفو عن كثير. شوف قد إيه؟ يبقى إذن المولى عز وجل لا يعاقب العبد بكل ذنب ارتكبه أبدا. المولى عز وجل يعاقب على بعض الشيء ويترك بعض الشيء أو يترك أكثر الأشياء. فعشان كده قال إيه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف، إن الإنسان يخاف من عدو أو يخاف من دابة أو غير ذلك أو أي أو خايف من المستقبل أو أي حاجة من كده، بشيء من الخوف والجوع إنه ما يلاقيش ياكل، ونقص من الأموال فلوسه تروح، والأنفس حبايبه يموتوا، والثمرات الأرض بتاعته تضيع أو تبور. فإزاي؟ قال لك بعدها وبشر الصابرين. هو جمع لك جميع المصائب الدنيا في الخمس حاجات دولت، ثم بعدها قال وبشر الصابرين. طب ليه ما قالش وبشر الراضين؟
لان لو قال لوشر الراضيين يبقى اللي هيفوز بالايه ديت عدد قليل جدا من الناس، لان الرضا مرتبه عظيمه جدا لا يصلها الا الانبياء ثم بعض الصديقين والاولياء، انما عامه المسلمين المطلوب منهم الصبر كما قال العلماء، الصبر واجب والرضا مستحب. قال وبشر الصابرين، مواصفاتهم يا ربي الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، في ساعتها على طول الثواب اولئك عليهم. شوف بقى الحته الجميله بقى دي، لفته عظيمه من لفتات القران، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. طب ما الصلوات هي الرحمات صح كده؟ مش صلاه المولى عز وجل على عبده هي ان المولى عز وجل يرحمه ويثنى عليه في الملأ الاعلى؟ طب اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، يعني اولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمه. قال لك اه في رحمه خاصه لاهل الصبر اللي ربنا قال عنها في الايه الثانيه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يصب عليهم الاجر صبا، فضل من ربنا سبحانه وتعالى ونعمه. شوف قد ايه، يبقى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه عفوا واولئك هم المهتدون. قال لك ده الموضع الاولاني من القران، نطلع منه بايه؟ بقول المولى عز وجل انا لله وانا اليه ايه؟ راجعون. يبقى ده اول موضع هناخده. الموضع الثاني، بس قبل ما نوصل الموضع الثاني، الايه دي لها قصه حلوه قوي قوي مع ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها. ايه قصتها؟ قصه عجيبه قوي. الحديث رواه مسلم. ام سلمة كان بينها وبين ابو سلمة اللي هو زوجها علاقه حب عجيبه الشكل لا تخطر على قلب بشر. ففي يوم من الايام مرض ابو سلمة مرضا شديدا، وبعدين خلاص يعني ايه اوشك على الوفاه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعود هو يزوره واطمئن عليه، وبعدين فجأة ما بين غمضة عين وانتباهتها مات أبو سلمة. عفوا، فمات أبو سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بكل خير، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنه ما من مسلم يدعو إذا أصيب بمصيبة يدعو ويقول ما أمره الله عز وجل به، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. الله. طب خلينا نقف هنا نرجع عشان نكمل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ الدكتور محمود المصري عن فرج الكروب، وربنا يا رب يفرج كروب الجميع. آمين يا رب العالمين. فاصل ونعود. مرة تانية في بوضوح، وما زلنا نتحدث عن فرج الكروب. وحضرتك يمكن قبل الفاصل كنت يعني بتتكلم عن آية في القرآن ولها علاقة بأم سلمة. إيه قصة هذه الآية مع أم سلمة؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في يوم من الأيام دكتور عمرو قبل الفاصل كنا بنقول إن أم سلمة كان بينها وبين زوجها أبو سلمة علاقة حب عجيبة الشكل. والحب هنا ما كانش مبني على ان هو كان رجل غني او ثري او عنده قصر، كان عايشين عيشه بسيطه جدا، لكن طالما البيت مليان بالطاعه وبالقرب من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيجعل القلوب يعني حبيبه وقريبه لبعضها. فام سلمة لقت ابو سلمة في يوم من الايام جاله مرض شديد جدا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزور ويدعو لهم، لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى ان ابو سلمة بعدها مات. فقبل ما يموت ابو سلمة النبي قال لام سلمة كلمه عجيبه قوي، قال لها انه ما من مسلم يصاب بمصيبه فيقول ما امره الله به، الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها. فلما مات ابو سلمة فام سلمة قالت ايه؟ طب ربنا هيخلف ليها خيرا من ابي سلمة، هو في حد احسن من ابو سلمة؟ شوف الزوجه وحبها لزوجها. طب انا هقول ازاي؟ لكن اقول لك ما انا لازم اقول ما النبي امرني بكده. شوف حب المؤمن وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد ان النبي امرني حتى لو انا مش مقتنع باللي هيحصل ده، لان انا شايف ان ما فيش حد احسن من زوجي. فقالت ما امرها النبي به، قالت الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فاجرني الله في مصيبتي واخلف لي خيرا منه، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبلها تقدم لها ابو بكر وهي رفضته، وتقدم لها عمر بن الخطاب ورفضته. فلما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم لم تستطع ان ترفض، طبعا ده سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فمجرد ما قالت ما ذكر في تلك الايه انا لله وانا اليه راجعون، ودعت بهذا الدعاء، ربنا سبحانه وتعالى اكرمها بان كانت زوجه للنبي واما للمؤمنين. ده الموضع الاولاني في القران.
الموضع الثاني الذي ذكره الإمام الحسن البصري في هذه المواضع الخمسة قول المولى عز وجل في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني علماء وعباد صالحين، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، ده اللي احنا عايزينه بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الثمرة: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يبقى ده الموضع الثاني في القرآن، ده الموضع الثاني من أسباب الفرج. يبقى الموضع الأولاني هنقول إن لله وإنا إليه راجعون، الموضع الثاني هنقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أتمنى المشاهدين يكتبوا المواضع فقط مش الآيات. الموضع الأولاني إن لله وإنا إليه راجعون، الموضع الثاني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تعال نشوف الموضع الثالث، قول المولى عز وجل في سورة آل عمران برضه، قول المولى عز وجل ده كان بمناسبة غزوة حمراء الأسد اللي كانت بعد أحد مباشرة: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الله، شوف اليقين بقى دكتور عمرو لما يملأ القلب، سبحانك يا رب، لما يكون الإنسان بيقول له خاف من فلان أو خاف من كذا، هو ما بيخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، ما بيعملش حساب لأي حد في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، هو لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شوف الفاء بتاعت التعقيب والسرعة، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كم كلمة دكتور عمرو؟ أربعة. تمام، الأربع كلمات كان قدامهم أربع ثمرات، يبقى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله، أدي أول حاجة، وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. يبقى كم حاجة؟ أربع حاجات. يبقى إذن إيه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبقى ده الموضع الثالث. الموضع الرابع، وده ليه قصة بقى حلوة أوي جميلة هنقعد معها شوية. الموضع الرابع قول المولى عز وجل في سورة الأنبياء: وذا النون اللي هو صاحب الحوت اللي هو يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فتيقن أن لن نضيق عليه. الله، لأن الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين ويأتي أحيانا بمعنى الظن، والسياق من المقيدات، الجملة تيجي الكلمة تيجي في جملة تساوي معنى، تيجي في جملة تانية تساوي معنى تاني، زي مثلا زي قول النبي صلى الله عليه وسلم، زي قول كعب بن مالك في الحديث في البخاري ومسلم لما هو تخلف عن غزوة تبوك وعاد النبي من تبوك قال: فلما دخلت على النبي تبسم تبسم المغضب. تبسم هنا بس كان زعلان. طيب سيدنا سليمان بقى لما مر على وادي النمل وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال فتبسم ضاحكا من قولها. يا سلام، إن ربنا أكرمه فهم لغة النمل فعرف هي قالت إيه، سبحان الملك. وبعدين سألها: أنا أما أكنت تخشين على النمل مني ومن جنودي؟ قالت: لا لا يا نبي الله، أنا أعلم أنك لن تفعل هذا، ولكني رأيت حولك جنودا من الجن والإنس والطير، ورأيت ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك، فخشيت أن تنشغل قلوب النمل بذلك الملك وقد كانوا منشغلين بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. خفت عليهم بس ان هم يبطلوا تسبيح ويقعدوا يتفرجوا على الملك بتاعك، فقلت لهم خشوا مساكنكم لحسن ايه الخيول ايه تدوس عليكم. فالمهم: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي تأكد أننا لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، ثلاث ظلمات. طب إيه اللي خلاه خرج مغاضبا؟ سيدنا يونس عليه السلام ربنا أرسله إلى قرية في العراق اسمها قرية نينوى. قرية نينوى أهلها كانوا كفار، فسيدنا يونس دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى باللين وبالرحمة فلم يستجيبوا، فربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه إن العذاب هينزل بهم بعد ثلاث أيام، أنذرهم يا يونس. فأنذرهم، قال لهم العذاب ينزل بكم بعد ثلاث أيام لو ممكن تشتؤونوا بالله سبحانه وتعالى. فاستهزأوا بسيدنا يونس وقعدوا يضحكوا ويسخروا منه، فهو ما كان منه إلا أنه خرج مغاضبا، خرج متضايق جدا هم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. كان المفترض أن النبي لا يخرج من مكانه إلا بإذن من الله ووحي من الله، زي ما حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلى المدينة إلا لما قال لأبي بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة، فلا يمكن يخرج من مكان لمكان إلا بإذن المولى عز وجل. سيدنا يونس بقى هو كان غضب لله، خرج غضبان فساب القرية ومشي. وبعدين بعد ثلاث أيام
قال اكيد طبعا نزل العذاب بيهم، اروح كده اتفرج كده عليهم من فوق سور كده اشوف ايه اللي حصل للقريه. فلقى اهل القريه ما حصل لهمش حاجه. ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى وضح ذلك في سوره يونس: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. هم لحوا ما شاء الله لما عرفوا ان العذاب نازل، وبصوا لقوا سحابة سوداء فوق دماغهم في اليوم الثالث، قالوا بس العذاب نازل، يلا كلنا نخرج وندعو ونجأر إلى الله سبحانه وتعالى. خرجت الدواب وخرج النساء والرجال والأطفال وكلهم صرخوا: يا رب تبنا إليك وعدنا إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت. فربنا رفع عليهم عنه العذاب. فسيدنا يونس خاف يخش القرية. ليه؟ يعني كان عندهم يا دكتور عمر، كان عندهم قانون إن اللي يكذب يتقتل. فهو قال هو قال ايه؟ طب انا قلت لكم العذاب نزل بعد ثلاث ايام ومفيش عذاب نزل، طب انا لو دخلت هتقتل. هو ما يعرفش ان هم تابوا. فراح ماشي وقال اروح اي مكان بقى وخلاص. فركب سفينه، لقى سفينه واقفه على شاطئ البحر فراح ركبها. فلما ركب السفينه كان عليها امتعه كتير او ناس كتير، فربان السفينه قال لهم خدوا بالكم السفينه كده هتغرق والامواج عاليه فلازم نتخلص من الامتعه. اتخلصوا من الامتعه. قال لهم برضه لسه السفينه تقيله، لازم واحد فينا يرمي نفسه في الميه والا كلنا هنغرق. قالوا طب من هيرمي مين؟ قال لهم نعمل القرعه. فعملوا القرعه فاستهموا. فايه اللي حصل؟ فكان سيدنا يونس في كل مره يطلع اسمه، يقولوا مش ممكن يعني نموت النبي الكريم، مش ممكن نعملها نعيدها مره ثانيه. عادوها مره ثانيه والمره الثالثه، في كل مره يطلع اسم سيدنا يونس. فما كان منه الا ان هو قال خلاص هي طلعت ثلاث مرات عليا، فرمى نفسه في الميه. فسلط الله عز وجل عليه حوتا فابتلع سيدنا يونس. تخيل يا دكتور عمرو بقى، واحد الان جوه بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه اللي خلاه قال كده؟ الظلمات كانوا ثلاثة: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. فهو الحوت نزل بيه دكتور عمرو، نزل بيه لقعر البحر، فسمع صوت تسبيح الحصى. هو حصى بيسبح؟ طبعا. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تفتكر حضرتك من حلقتين كنا بنقول ان سيدنا ابن مسعود والحديث رواه مسلم كان بيقول كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي روايه البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، وفي روايه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كن اني لا اعلم حجرا بمكه، حجر بمكه كان يسلم علي قبل البعثه. فالكون ده كله بيسبح حمد ربنا. ربنا قال للسماوات والارض ائتيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. فالمهم فسيدنا يونس سمع صوت تسبيح الحصى فتذكر انا ايه الغفله اللي انا فيها دي، انا بقالي فتره ما بذكرش ربنا. فبدا يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مين اللي سمع هذا التسبيح؟ الملائكه. قالوا يا ربي صوت معروف جاء من ارض غريبه، من هذا يا ربي؟ قال هذا عبد يونس. الا تعرفونه؟ قالوا عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم دعوة مستجابة وعمل صالح. قال أجل. قالوا اللهم شفعنا فيه. ودي فايدة أن العبد المؤمن يكون على طول مشغول بطاعة ربنا ويكون دايما مالي حياته كلها بالطاعة، فالملائكة تعرفه لأن كل وقت الصلوات بترفع زي ما قلت لحضرتك قبل كده يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة العصر وصلاة الفجر، حديث البخاري ومسلم. فالملائكة بتقول اسمك، طالعين في صلاة الفجر بيقولوا يا رب ده تركنا فلان الفلاني وهو بيصلي، ولما رجعنا له في صلاه العصر برضه لقيناه بيصلي. فاسمك بيذكر في اليوم مرتين امام الله سبحانه وتعالى والملائكه كلها بتسمع هذا الاسم. فقالوا يا رب شفعنا فيه. فشفعهم، فقبل المولى عز وجل شفاعه الملائكه. فامر الحوت فلفظ سيدنا يونس على شاطئ البحر. في هنا بقى ثلاث معجزات في غايه الروعه. ايه هما بعد ما تصلى على حبيبنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه الحوت، حضرتك تعلم يا دكتور عمرو الحوت ممكن يطلع الشط؟ صعب، حوت ضخم جدا ولو طلع الشط يغرس في الرمله. طيب ما هو سيدنا يونس كان بقاله كذا يوم في بطن الحوت وجسمه اتهرى، مع ان ربنا اوحى للحوت قال اني ما جعلت بطنك اني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء ولكني جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تهضم له لحما. الله. فسيدنا يونس راح ساجد لله سبحانه وتعالى في بطن الحوت وقال له يا ربي سجدت لك في موضع لم يسجد لك فيه احد من قبلي ولن يسجد لك فيه احد من بعد. ما اللي يخش بطن الحوت بعد كده اكيد ميت، لكن ربنا اكرم سيدنا يونس انه فضل عايش. فالحوت
فضل يزحف على الرمل لحد ما وصل سيدنا يونس على شاطئ البحر مباشرة، لأن جسمه كان اتهرق من حرارة بطن الحوت. فلما طلع على الشط خلاص الجلد مهري وهو جعان وعطشان وحلقه هيتقطع ومش طايق أي حاجة تيجي عليه. الشط الشمس طالعة ومحرقة جدا، أضف إلى ذلك هو جعان، أضف إلى ذلك هو عطشان، أضف إلى ذلك لن يتحمل إن ذبابة تيجي تلمس جلده لأن جلده بيتساقط تعبان. إيه اللي حصل؟ وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو الدباء، والدباء هو القرع العسلي. القرع العسلي فيه أربع مميزات في غاية الروعة. لو أنا بسمع ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة دكتور عمرو، إن الدباء ده لما حضرتك تاكله اللي هو القرع العسلي بيتمثل فيه ثلاث حاجات: طعام وشراب ودواء. الله، يعني ممكن إنسان يعيش على القرع العسلي فقط؟ أي نعم، تعيش عليه، تاكل فتاكل وتشرب منه، ما تحتاجش ان انت تشرب مية، وهو في نفسه فيه مضاد حيوي لكل الامراض اللي ممكن تتخيلها في الدنيا. ولذلك اعرف شخص عالج واحد بفضل ربي اولا من سرطان في المخ بهذا الدباء بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم، فلقى الشجرة من اليقطين. طب شجرة اليقطين دي هتطلع في قد ايه؟ في سنة او في ستة شهور. ربنا قدر ان الشجرة في ساعتها تطلع وتطرح وتكبر ويبقى الورق بتاعها عامل ظل. يبقى اول حاجه هياكل ويشرب ويتعالج من الشجره ديت. رقم اتنين، هو مش قادر يتحمل الشمس، فكان الورق بتاعها عريض جدا فهو قاعد تحتيه فما فيش ولا ذره شمس واصله له. طب الحاجه الثالثه، هو لا يتحمل الذباب يجي عليه. من رحمه ربنا ان الشجره الوحيده في هذا الكون اللي ما يقدرش يقرب منها لا ذبابه ولا بعوضه ولا اي حشره هي شجره اليقطين. ولو قربت الذبابه من شجره اليقطين تموت في ساعتها. فربنا قدر ان هو يحميه بهذه الشجره. فضل قاعد تحت الشجره ياكل ويشرب ياكل ويشرب ويستظل لحد ما دبت فيه العافيه، ثم عاد وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. الله، بس الايه دي فيها حاجه جميله قوي قوي، فيها موضع في غايه الروعه. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فئه التعقيب والسرعه، ونجيناه من الغم. ولو وقف عند كده احنا بقى ما لناش نصيب، لكن قال بعدها ايه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. الله، في الآية الثانية، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هنا بقى نطلع بفايدة عظيمة جدا يا دكتور عمرو، إن طول ما أنت مشغول بالطاعة، الطاعة دي بتنفعك لما تقع في مشكلة. تقول يا رب أتوسل إليك يا رب. فاكر الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفلت عليهم الصخرة؟ لجأوا إلى الله إيه؟ وتوسلوا إلى الله إيه؟ بالطاعة. أول واحد ببر الأم وأبوه، والثاني بأمانته، والثالث بعفته عن فعل الزنا. فربنا فرج الصخره فطلعوا هم الثلاثه. فالطاعه تنفعنا عند الشدائد. فبيقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه، يعني بطن الحوت، الى يوم يبعثون. لكن هنا قال ايه؟ قال وكذلك ننجي المؤمنين. يقوم النبي يوضح لنا الكلام دوت في حديث عجيب قوي رواه الامام احمد بسند صحيح. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك دعوه ذي النون، ارجوكم احفظوا الحديث ده والله العظيم حاجه قمه في الروعه. دعوه ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم في كرب قط إلا فرج الله عز وجل عنه كربه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد اللي علمنا الخير ده كله. يا سلام، شفت موضع جميل إزاي من مواضع القرآن؟ الموضع ده أنا بجعله ورد يومي. الموضوع ده انا اللي هو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والله العظيم الله لا يجرب، والله العظيم وعن تجربه، ان عمر ما الواحد بيتحط في شده ويدعو بهذا الدعاء الا لما تلاقي الشده دي اما ان تفرج واما ان ربنا سبحانه وتعالى يلطف بالانسان ويدي كده هدوء وصبر ورضا عجيب بهذا الموضع. الموضع الاخير الخامس هو قول مؤمن آل فرعون. ناخد فاصل نرجع تاني نواصل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود المصري. أهلا بحضراتكم مرة تانية في بوضوح، وما زلنا نتحدث عن فرج الكروب. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموضع الخامس في القرآن الكريم الذي يعني فيه موضع لفرج الكروب أو تفريج الكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الموضع الخامس هو قول مؤمن آل فرعون حينما حكى المولى عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى.
مؤمن آل فرعون ده كان الوحيد اللي آمن من آل فرعون، وده كان ابن عم فرعون. العجيب في الموضوع ربنا ذكره في سورة القصص وفي سورة غافر، ذكروا في سورة القصص بقولهم سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهو كان سبب نجاة سيدنا موسى كريم الله سبحانه وتعالى. الموضع هنا بقى هو قعد يذكر قوم فرعون، بيذكرهم بالله ويخوفهم من عذاب المولى عز وجل، وطلب منهم يوحدوا ربنا ويؤمنوا به، ورغم ذلك لم يستجيبوا. في الآخر قال لهم إيه؟ قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كان النتيجة إيه بقى؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده فين؟ ده في القبر. والدليل على هذا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن الموضع اللي احنا عايزينه هنا في الآية ديت: وأفوض أمري إلى الله. الله، نقرأ الآية الثانية بسرعة كده: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآية ديت من ضمن الاستدلالات الستة التي استدل بها العلماء على عذاب القبر. طيب، هو القبر ما فيهوش غير عذاب بس؟ لا طبعا، في نعيم. وذكرت لحضرتك يا دكتور عمرو قبل كده ان في حلقتين في احد البرامج التلفزيونيه قعدت 4 ساعات اتكلم فقط عن نعيم القبر، فقط عن النعيم اللي موجود في القبر. لان للاسف الشديد بيبقى التركيز جامد قوي قوي على عذاب القبر، ونصرخ ونزعق ونخوف الناس. هو الموضوع مش كده خالص. انا ممكن بكلم ابني مثلا في الدراسه، في الكليه، في الثانوي او غير ذلك، فممكن اقول له انت لو ما ذاكرتش هتسقط وهتضيع وهتفشل ومستقبلك هيبقى مش عارف ايه وسود للدنيا. وممكن نفس المعنى اوصله ونفس المعنى اوصله باسلوب ثاني، اقول له: حبيبي والله ارجو الله سبحانه وتعالى ان اشوفك حاجه كبيره، وانا واثق والله يا ابني، واثق ان انت هتبقى انسان ناجح وجميل ونافع لمجتمعك ولوطنك ولدينك ولبلدك. ان شاء الله يا ابني لو ذاكرت ونجحت هتبقى حاجه كبيره قوي. انا شايفك قدامي دلوقتي. ولذلك هقول لحضرتك حاجه من ضمن أساليب التربوية الجميلة اللي بيعملها بعض الناس الأفاضل، إن يبقى ابنه عنده 2 سنة وغرفته كاتب على بابها الدكتور فلان الفلان. فالولد من هو صغير مأهل نفسه إن هو يبقى الدكتور فلان الفلاني. أم محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وإن هو طفل صغير كانت بتقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فبتقول له: هو أنت يا محمد، إن شاء الله يا ابني أنت اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح القسطنطينية. وبالفعل كبر الولد وهو طفل صغير وربى وهيئ نفسه على إن ما حدش يفتح القسطنطينية غيري أنا، وفتح القسطنطينية وعنده كم سنة؟ 22 سنة. تخيل حضرتك حاجه زي كده. شوف المعنى الجميل. فانا ممكن اوصل لابني الفكره باسلوب مهذب، باسلوب ما خوفوش. يعني مش لازم انا عشان اكلم واحد عن القبر مش لازم اقعد افكر له، وده مش معناه ان انا بنكر عذاب القبر، لا، في عذاب وفي نعيم. لكن انا لما اتكلم مع الناس دائما اقدم النعيم اكثر من العذاب، لان ناس كتيره جدا الترهيب الزايد عن اللزوم بيأسف من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ادي المواضع الخمسه اللي ذكرناهم في القران. نطلع بقى بالخلاصه بتاعتهم، الخلاصه بتاعتهم اللي احنا قلناها اللي هي ايه؟ احنا ذكرنا الموضع الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. الموضع الاولاني لو حد عايز يكتب ورانا اللي هو: انا لله وانا اليه راجعون. لو هنقولهم ورا بعض بقى لان احنا مش هنقرا الايات كلها، يبقى انا لله وانا اليه راجعون. الثانيه بقى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الموضع الثالث: حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضع الرابع: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الموضع الخامس: وافوض امري الى الله. 5 مواضع دولت الحسن البصري رحمه الله رحمه واسعه اللي احنا اتكلمنا عنه في اول حلقه بيقول: عجبا لمكروب كيف يغفل عن 5 اللي هم ال5 مواضع دولت، وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن من تفريج الهموم والكروبات. يبقى اذا المواضع الخمسه دولت يا جماعه لو حافظنا عليهم بفضل الله ده سبب من ضمن الاسباب، والا فالاسباب كثيره جدا. ويمكن كنت ذكرت في كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم اكثر من 60 سبب من اسباب تفريج الهموم، ومعها القصص بتاعتها. مهم جدا جدا ان الانسان لما يقع في هم، يقع في مشكله، يقع في اي حاجه، اول حاجه رقم 1 يحسن الظن بالله.
كان سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لما أصاب بمصيبة كنت أحمد ربنا على أربع حاجات. أول حاجة إن المصيبة دي ما كانتش أكبر من كده، لأن مثلا لو واحد مثلا العربية بتاعته اتخبطت فانكسر الفانوس يقول الحمد لله ما كان ممكن العربية كلها تروح، يبقى إنها ما كانتش أكبر من كده. الحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وتعالى رزقني الصبر عليها، كان ممكن ما أصبرش. الحاجة الثالثة إن ربنا هيرزقني الثواب عليها، إن ربنا هيرزقنا عليها حسنات. والحاجة الرابعة أنها لم تكن في ديني. الله، لأن لو كانت المصيبة في الدنيا أمور الدنيا معدية، الدنيا كلها ما تساويش عند ربنا أي شيء، إنما لو كانت في ديني دي مصيبة، المصيبة في الدين لا يعدلها شيء، لأن المصيبة في الدنيا لو فقدت حتى كل ما في كل ما أملكه في الدنيا مش مشكلة، في هناك جنة عرضها السماوات والأرض، إنما أنا لو فقدت ديني يبقى عياذا بالله هفقد الجنة، هفقد رضا ربنا، هفقد حبه، هفقد كل شيء، أبقى فقدت دنيتي وفقدت آخرتي. دي الخمس مواضع اللي احنا كنا محتاجين ان احنا نتناولها في القرآن، خمس مواضع. ومش معنى كده بقى ان احنا نقول ايه طب خلاص أركز على الخمس مواضع دول بس وما اقرأش القرآن، لا، القرآن كله عبادة وطاعة لله وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا لما بقرأ القرآن بتقرب لربنا، ولما بتقرب لربنا يبقى ربنا بيفرج همي. لما بدعي ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. لما بدعي ده من أسباب تفريج الهموم، لما بأحسن الظن بالله ده من أسباب تفريج الهموم، لما أفرج كرب مسلم ده من أسباب تفريج الهموم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لما أنا أكثر من الذكر ده من أسباب تفريج الهموم، لما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن لي ساعة أذكر الله فيها كم أجعل لك فيها من صلاتي، والحديث رواه الترمذي في سنة صحيح، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، يعني كل ما تصلى علي زيادة ده خير لك أنت. قال له أجعل لك الربع، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال له طب التلت، طب النصف، طب تلت، قال في الآخر خالص قال له إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. قال له إيه بقى؟ قال له إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله، يبقى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج الكروب، إن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي. إحنا في هموم وفي كرب لا شك في هذا، الأمة الإسلامية كلها مش مصر بس والله، كل بلاد المسلمين تعيش الآن في كرب شديد جدا. إحنا مش محتاجين إن إحنا نقعد نزعل من بعض ونخبط في بعض ونسب بعض ونتطاول على بعض، احنا محتاجين ان احنا كلنا كده نبقى على قلب بعض، يبقى على قلب رجل واحد. المولى عز وجل قال على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عجيب جدا، الحديث كله عبارة عن كلمتين، كلمة فيها العمل وكلمة فيها الثمر، قال ارحموا ترحموا. الله، يبقى انا لو عايز ان رحمة ربنا تنزل عليا أرحم الناس اللي حواليا، لو رحمت الناس ربنا هيرحمني، لو غفرت لهم ربنا هيغفر لي، لو عفوت عن الناس ربنا هيعفو عني، لو فرجت كروبات الناس ربنا هيفرج كروباتي. هكذا، دي كانت خمس مواضع، وإلا فالقرآن كله سبب من أسباب تفريج الهموم. فاحنا محتاجين إن احنا نستمسك بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله. شوف الحديث العجيب ده، حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله، شوف المعنى، وطرفوه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. شوف بقى، قال وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عمر الكتاب والسنة ما يفترقوا أبدا. أحيانا الإنسان يقول لك بس الآية دي بتعارض الحديث، لا تعارض أبدا بين حديث صحيح وبين نص صحيح، بين نص صريح، لا يمكن أبدا يتعارض القرآن مع السنة. فنحتاجين نحن نتمسك بالقرآن، نتمسك بالسنة، نتمسك بأخلاق النبي، نتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتراحم فيما بيننا، نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نكسر من الطاعات ويعني سبحان الله العمر ده كنز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عندنا، بس هل في أداية مرتبطة؟ يعني مثلا إحنا عندنا حالات إنسان مريض مثلا، عندنا إنسان توفى له إنسان عزيز، إنسان فقد ابنه، إنسان يعني مس الضر بشكل ما أو بآخر في الفقر مثلا، وحياته صعبة مش قادر انه يعني يتولى امور اسرته. فيعني ال- 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 الاشكال المختلفة الحقيقة في الكروب، هل في ادعية مثلا لكل حالة؟ يعني المريض مثلا المعتل مثلا هل في دعاء لي؟ من فقد عزيز او غالي في دعاء؟
للصبر مثلا او الاحتساب؟ يعني حضرتك هل في ادعيه مختصه ولا بيبقى الله على الاسئله الجميله، ربنا يعلي قدرك ويبارك فيك. الله يكرمك. مريض، عندنا اكبر مثل للمريض من؟ سيدنا ايوب. قال ايه؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب قولها كده، مع ان ده مش دعاء، صح كده؟ مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لكن المولى عز وجل يقبل الثناء من العبد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الدعاء دعاء يوم عرفه، وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ده دعاء ده طول عمر، ده مش دعاء، لكنه الثناء على الله سبحانه وتعالى واقرار بالتوحيد للمولى عز وجل. والله عز وجل يقبل الثناء من العبد ويجزيه مكان الدعاء. مش معنى كده ان الانسان ما يدعيش، لكن شوف قد ايه المعنى الجميل. فادي دعاء مثلا الشفاء من الامراض، ان هو ممكن يدعي يقول اللهم اشفني فيش مشكله، لكن في بقى مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طيب لو واحد عنده محنه ماديه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، لقى واحد من الصحابه قاعد في المسجد وتعبان ومكتئب جدا، قال ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله. قال الا ادلك على كلمات اذا قلتهن ادى الله عز وجل ما عليك من الدين ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا. لو عليك ديون اد الجبل ده ربنا يأدي عليك. قال ما هو يا رسول الله؟ قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغنني بفضلك عمن سواك. ادي الدعاء بتاع المال بتاع الانسان، ربنا يتفرج عنه ويسد عنه ديونه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب دعاء بقى لتفريج الكروبات عموما بقى، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين، واصلح لي شاني كله لا اله الا انت، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك الكريم او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الله، النبي بيقول والحديث رواه احمد بسند صحيح، من قالهن ابدله الله مكان حزنه وشدته فرحا وسعاده. الله، شوف قد ايه. فعشان كده الصحابه بيقولوا طب نحفظها يا رسول؟ قال بل ينبغي لمن سمعهن ان يقولهن. ممكن نقول حته قصيده صغيره كده ولا مفيش وقت؟ اتفضل. طيب في قصيده جميله قوي قوي انا عن نفسي بحبها قوي، بتقول نقولها نشدها ولا نقولها بكده؟ اتفضل. طيب بتكلم صاحب الهم، تقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الفارج الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الله الله، يا ريت
أن تدعو أن أؤمن خلبك خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج همومنا. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألب بين قلوب المصريين يا رب، اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم اجعل مصر سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. صب الخير على أهل مصر وسائر بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. الله يكرمك مولانا ويفتح عليك وينفع بيه دائما، واشكرك جدا جدا لحلقتنا النهارده بوضوح. بشكركم جدا، صباح الخير.